السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم How to create or how to appear the slope of your digital elevation model of your study area. أكيد إحنا عندنا نموذج الارتفاعات الرقمية الخاص بمنطقة دراستك، نحتاج إنه شلون نظهر the slope الخاص بمنطقة الدراسة. خطواتها كلش بسيطة. أول شيء نروح نحمل الدم اللي هي عبارة عن يعني summation of راستر أو summation of pixel. بعد ما نسوي له موزايك ونستقطعه ونقول هو هذا نموذج الارتفاعات الرقمية الخاصة بمنطقة الدراسة، واللي أحد يعرف شلون يسوي الدم أو يحتاج من اللانسات يقدر يراجع الفيديوهات الخاصة بالجي اي اس وراح يلاقي فيديو بهذا العنوان. هسا أروح على الدم layout فأختار أي واحدة إنه شكل الدم الموجود، فبعد ما اختارنا الدم تلقائيا راح هنا تظهر، او تقدر انت الدم تقصها على الشيب فايل الخاص بك بمنطقة دراستك. شلون القص موجود ايضا فيديو متواجد داخل القناة. هسه شو نسوي حتى نظهر السلوب الخاص بها؟ نروح على خيار الارك تول بوكس، بعد الخيار ارك تول بوكس نروح على هذا الخيار اللي هو سبيشال، هذا الخيار سبيشال اناليسيس تول، هذا من النهاية سبيشال اناليسيس تول. بعد ما نضغط على سبيشال اناليسيس تول راح يظهر لنا عدد من الخيارات. نروح على خيار سيرفس، خيار سيرفس نضغط على خيار سيرفس، طبعا نروح على السلوب. جدي يطلب من عندنا، يطلب من عندنا اول خيار ندخل له الراستر اللي هي شنو يقصد بها، يقصد بها الدم ديجيتال اليفيشن موديل، فهي تلقائيا موجودة هنا. راح انه استقطبها حتى تدخل الى اللاياوت الخاص بالسلوب. بعدين بعد اكمال هاي المهمة مجرد ننتظر وقت حتى انه تتحمل، راح يقول الاوتبوت راستر راح ينطيني مكان الخزن اللي راح يخزن لي بيها. انت تقدر تحدد مكان خزن خاص بيك او تسوي فولدر تسميه سلوب لاياوت of digital elevation model في مكان ما وتخزن به الراستر اللي حيظهر لك هنا. هسه راح ينطيني انه هنا مكان التخزين. ايضا هنا شو ينطيك الاوتبوت ميجرمنت، شنو تريد انه راح يعطيك اياها، القياسات بالدجري لو ارتفاع وانخفاض، فالدجري هي المعروفه. بعد الزد هذا ما راح ياثر، وبعدين تقول له اوكي. بعد ما تقول له اوكي راح ننتظر راح يظهر لك الاسلوب الخاص بمنطقه الدراسه. هسا مثل ما عرفنا هنا او نقدر نستدعيها، نروح على الخيار للسيرش ونقدر نستدعي سلوب وراح تطلع لنا الاداة وين موجودة، او نقدر عن طريق الارك تول بوكس نستدعي الاداة الخاصة باظهار السلوب للديجيتال اليفيشن موديل خاصة بمنطقة دراستك اللي هو خاص هذا السلوب. خطواته كلش بسيطة، هسا مجرد بدنا ناخذ وقت حتى يحمل لنا السلوب الخاص بمنطقة الدراسة. بعد الآن نلاحظ ان اكتمل الاسلوب الخاص بمنطقة الدراسة. هسا نجي نوضح الاسلوب الشخصي بها، شقتها الميلان اللي يصير بمنطقة الدراسة. نلغي هاي او عدم تفعيلها للدم سورس الاصلي، نروح على الاسلوب دف هسا مباشرة خزن بطريقة اما دريت او دف انت تختارها. هسا تروح انت هنا تشوف اللايرات اللي هو مقسم لك اياها، منطيك 9 اصناف، تقدر انت من هنا تغير تريد كم صنف، ممكن تريد 7 فقط، فتقول لك اصنف لي اياهم على 7، فراح اصنف لك اياهم على 7. فبعد ما تعطي التصنيف تقول له ابلاي، مثلا انت ايش قد تصنيفاتك تريدها 5 7، وبيحدد لك انه الخيارات منين الى الرينج، يعني الليبل مال الرينج الخاص بها. هي هاي محاضره طبعا بالمناسبه تكمل هنا، تختار انت الكلاسيفيكيشن شلون حيصير على اي اساس. بعد ذلك تقول له ابلاي، يعني شلون انه تطبق لي على كل الدم اللي انت تريدها، تقول له اوكي فراح يظهر لك هنا أنا موجود. وبعدين تقول له زوم، راح تزومها الى اللاير الموجوده، راح تظهر لك هنا أنا. هي مثل ما نقول الخاصه بمنطقه الدراسه شقد السلوب. هي هاي هنا نقدر نفعل السلوب ونعرفه. محاضرتنا لهذا اليوم كانت بسيطه، مجرد هي how to create or appear slope of your digital elevation model. هذا تلاحظ هذا السلوب، ولو لك اياها بهاي الالوان حتى تبين لك الارتفاعات. يعني تلاحظ هنا أنا انه هذا اللون الاخضر الغامق
بينطيكيها 100% من 0 إلى 2.04. اللي بعدها هاي اللي احنا بعدين اذا نريد ندخلها في برامج ثانية ناخذ السلوب كشيء انه انتجر، رقم انتجر قدر الامكان ناخذه. فدي تلاحظ انه هنا تدرجات الخاصة بالالوان هي خاصة بالارتفاعات، اعلى لون تقدر بالمناسبة تقدر تغير الالوان الخاصة بها، اذا تروح على بروبرتيز تختار لستة الالوان من هنا شلون تريد الوانها الخاصة بها، تقدر منها تختار لستة الالوان. افترض مثلا اختاريت هذا تقول له ابلاي، فبعد ما تقول له ابلاي تقول له اوكي، راح تلاحظ هسه يظهر لك هذا اللون، اللون الابيض هو من 0 إلى 2.04، البنفسجي من هذا اللون، الازرق وكذلك الاخضر، اخضر الفاتح الى ان توصل للون البني يعطيك اعلى ارتفاعات موجودة من منطقة الدراسة. محاضرتنا هذا اليوم انتهت، نلتقيكم في محاضرات قادمة، دمتم بأمان الله وحفظه.